قبيل يوم واحد من إعلان المحكمة الاتحادية قرارها بشأن دعوى حل البرلمان، حراك سياسي ولقاءات تشهدها بغداد في إطار التحضير للإعلان المرتقب، إعلان يأتي في سياق أزمة عصفت بالعملية السياسية بعد انتخابات 10 من تشرين الأول. فما أبرز قرارات الاتحادية خلال تلك المدة؟ في 27 من كانون الأول الماضي صادقت المحكمة على نتائج انتخابات البرلمان، وردت في اليوم نفسه دعوى إلغاء النتائج كان رفعها زعيم تحالف الفتح هادي العامري، وطلب فيها إصدار أمر ولائي بإيقاف إجراءات المصادقة، لكنها ردت وحملته تكاليف الدعوى. وفي 27 من كانون الثاني ردت الاتحادية دعوى قامها النائبان باسم خشان ومحمود المشهداني لإلغاء الجلسة الأولى لمجلس النواب. أما في 3 من شباط فردت المحكمة الاتحادية دعوى قامها نواب عن ائتلاف دولة القانون بشأن تحديد الكتلة الأكثر عددا في البرلمان. وفي الشهر ذاته أصدرت المحكمة أمرا ولائيا بإيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية. وفيما يتعلق برئاسة الجمهورية، قررت المحكمة في 13 من شباط استمرار برهم صالح في مهامه إلى حين انتخاب رئيس للعراق، تجنبا لما وصفته بالفراغ الدستوري. وفي 1 من آذار أجازت الاتحادية إعادة فتح باب الترشيح مجددا للمنصب شريطة تصويت أعضاء مجلس النواب. وبانتظار قرار الاتحادية بشأن حل البرلمان، يقول خبراء القانون إن بإمكانها حله بطريقة غير مباشرة حينما تقرر أن البرلمان فقد المشروعية الدستورية، وبالتالي يعد كل تصرف صادر عنه لاحقا خارج الدستور ما يفرض حله وإجراء انتخابات جديدة.